بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نرحب بكم أجمل ترحيب في شرح للوحدة 35 من كتاب English Grammar in Use by Raymond Murphy. أعزائي الطلبة، هنا راح نناقش أداة مهمة جدا or modality مهمة جدا اللي هي had better. had better عزيز الطالب معناها باللغة العربية من الأفضل، ومن اسمها من الأفضل تستخدم لإعطاء النصيحة في حال إنه ما سويت هذا الشيء راح تواجه مشكلة أو تواجه خطر. يعني it is advisable to do it، يعني من المستحسن أو من النصيحة أنه تفعله. if you don't do it أو if I don't do it، إذا ما راح تسوي there will be a problem or danger. مثلا I have to meet Amy in 10 minutes، I had better go now or I will be late، أو سأكون متأخرا. مثلا we had to stop for petrol soon، for petrol soon the tank is almost empty، يعني لازم نتوقف لملء البنزين وإلا راح تتوقف السيارة لأنه لا يوجد بها، لأنه التانك is almost empty. هاي نقطة. إذن وظيفته لاستخدام النصيحة. طريقة النفي مالته هذه الطريقة عزيز الطالب، طريقة نفيها شوية مميزة. يعني ما تقول I hadn't، لا I had better not، وهاي لازم الطالب يعرفها. بعد هذه الثلاث نقاط مهمة. أولا عزيز الطالب I had better، يعني had حتى يميز لك إياها عن كلمة would، لأن تقريبا نفس الاختصار. يعني I'd better، you had better in spoken English تستخدم. I had better phone Chris، hadn't I، يقع يوضح لك إياها في طريقة الأسئلة الدائرية. الملاحظة الثانية المهمة عزيز الطالب إنه had هي الماضي للأفعال have و has، لكن هنا had better كلها تعبر عن الـ present و تعبر عن البريزنت والفيوتشر rather than past، يعني ما تعبر عن الزمن الماضي، ولذلك تستخدم مع now or tomorrow. النقطة الثالثة المهمة أنه I had better do، أنها تتبع بالإنفينيتيف فعل المجرد من أي إضافة. فإذن الثلاث نقاط مهمات عزيز الطالب يعتبر لب الموضوع. زين، الملاحظة الثانية عزيز الطالب أنه had better عندما تريد تستبدلها تستبدلها بشد. فهذه had better هنا ممكن استبدالها بشود، وهذه أيضا مهمة رغم أنه هنا مو نفس المعنى، لكن في حالات كثيرة ممكن تستخدم بهذه الطريقة. بعد ملاحظة it is time، it is time يعني حان الوقت، معناها حان الوقت. شنو حان الوقت؟ يعني it is time to go، حان الوقت للذهاب. it is time we went، فتتبع بحالتين، أما تتبع بتو infinitive to plus فعل مجرد أو تتبع بجملة في زمن الماضي البسيط. لكن خيكون تركيزنا عزيز الطالب هنا على had better اللي هي تستخدم لإعطاء النصيحة، وفي حالة عدم قيامك بعمل باستخدام had better راح تكون هناك مشكلة أو يكون هناك خطأ. نفيها حالة خاصة اللي هو I had better not. had better هنا وليس would better حتى تميزها، لأن في معظم الأحيان تجي شنو؟ تجي مختصرة. had عادة هي الماضي، ولكن had better كلها تستخدم للتعبير عن المستقبل وعن المضارع. كذلك had better تتبع بفعل مجرد، وفي حالة استبدالها تستبدل بشد. Thank you very much for your